بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مدرسة تحفيظ القرآن الكريم في مسجد طيبة بنت عبد الرحمن السنان في مدينة لاسعانود بالشمال الصومال. هذه المدرسة يحفظ فيها القرآن الكريم 60 طالب وطالبة، 35 بنات و 25 بنين، كما يتعلمون قراءة والكتابة إلى جانب تحفيظ القرآن الكريم، كما يتعلمون الأدعية المأثورة والأحاديث مثل 40 النووية وكتب العقيدة، ولهم أنشطة أخرى إن شاء الله تعالى ستشاهدون في هذا الشريط، كما تشاهدون المدرس تحفيظ القرآن وهو الذي يعلم طلبة تحفيظ القرآن الكريم. وفي الختام نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر هذا المركز العظيم، كما نشكر المتبرعة جزاها الله الخير وجعل مثواها الفردوس الأعلى، كما نشكر مبرة مفاتيح الخير التي كانت وسيطا لهذا الحمل الخير وأعمال أخرى جليلة في الصومال. ونسأل الله في الختام أن يتقبل من الجميع منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الكريم 1436 هجرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا قياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يغتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من كسرامي الرجيمي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف فصل لام إسقى كسر سين سكون بس من كسرامي بسمي ألف فصل لام إسقى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا Yeah.
تغفر. فسبح بحمد ربك واستغفر. إنه كان توابا.